السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، وفق ما نشره الإعلامي مصطفى العسري وفق أيضا مصادر أخرى تتحدث عن حصيلة ثقيلة جديدة لمرتزقة البوليزاريو، هؤلاء المرتزقة الذين يعني في كل مرة يؤكدون لنا على أنهم لا يمتلكون أدنى فكرة عن المجال العسكري، لا يعلمون أدنى أبجديات المجال العسكري. فمتابعينا الكرام، صباح اليوم في منطقة الحوزة في وادي يسمى ببندقة، هذه المنطقة المفتوحة الشاسعة والتي يمكن من خلال أبسط التجهيزات ديال الرصد، أبسط التجهيزات ديال الاستطلاع، رصد كل ما يوجد في هذه المنطقة المفتوحة والشاسعة. فهنا متابعينا الكرام يظهر جليا الغباء ديال مرتزقة البوليزاريو حينما قاموا أو محاولة جديدة انتحارية عن طريق الدفع براجمة جراد، راجمة صواريخ جراد، هذه الراجمة المتخلفة تكنولوجيا القديمة جدا المهترئة والتي تعود إلى الحقبة السوفياتية، يحاولون الدفع بها نحو منطقة مفتوحة. وفي نهاية المطاف متابعينا الكرام تم استهداف وتدمير هذه الراجمة بالإضافة إلى عدة عربات رباعية الدفع أخرى، ما تسبب في هلاك ومقتل وجرح أكثر من 10 مرتزقة من البوليزاريو. فهذه الراجمة لوحدها تتطلب على الأقل 3 أو 4 ديال الأشخاص من أجل تشغيلها، وهنا تدمير هذه الراجمة يعني هاد 4 الأشخاص إلى الهلاك. عندنا أيضا هؤلاء الذين كانوا في هذه السيارات رباعية الدفع المختلفة التي ترافق هذه الراجمة، تم استهدافهم وتدمير وتحييد هذه الأهداف بشكل كامل. فهم دخلوا إلى المنطقة العازلة في منطقة مفتوحة، محاولة عبثية انتحارية أدت في نهاية المطاف كما اعتدنا دائما، كما حدث للدال البندير وكما حدث للبقية. وسوف ترون أنه في خلال الأيام القليلة الماضية سوف تسرب الأسماء والصور ديال الهالكين وسوف ننشرها كما العادة. إذا المتابعين الكرام، هنا دائما أؤكد على أن مرتزقة البوليزاريو ومنذ تنفيذ عملية القرقرات الناجحة والاحترافية في 13 من نوفمبر 2020، والتي في نهاية المطاف رأينا أن مرتزقة البوليزاريو هربوا بشكل مدل ومثل الجردان من المنطقة العازلة الواقعة ما بين القرقرات، ما بين المعبر المغربي والمعبر الموريتاني. منذ ذلك الحين ونحن نسمع عن هذه الحرب الكرتونية المضحكة الكوميديا ديال مرتزقة البوليزاريو، والتي لم يحقق من خلالها أي شيء يذكر، بل أي محاولة للدخول للمنطقة العازلة، أي محاولة للاستفزاز ترد ويعني تدفع بها نحو الهلاك والتصفية. رأينا كما قلت سابقا ما حدث للدال البندير، رأينا ما حدث لمجموعة من القياديين اللي بغاو فقط أنهم يدخلوا المنطقة العازلة ويأخذوا صورة سيلفي، ولكن تم التعامل معهم بشدة. هي الآن محاولة جديدة للاستفزاز، ولكن تنتهي كما انتهت جميع هذه المحاولات التي لم يستطعوا من خلالها أن يحققوا أي نتيجة، والحصيلة مقتل أكثر من 10 من المرتزقة. سوف تسمعون عن أسمائهم وصورهم، يعني البعض منهم قد تسرف خلال الأيام القليلة الماضية، وسوف أكون معكم في التغطية بمثل هذه الأحداث متابعينا الكرام. أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.